مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري، والبداية بالعناوين. لقاء تفسيري للقواعد الخاصة بتغطية الحملة الانتخابية البلدية والجهوية بين مشرفي وسائل الإعلام والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري. يوم توعوي مفتوح حول مضار التدخين والجلطة الدماغية لمساعدة المدخنين على الإقلاع عنه لما يسببه من أمراض خطيرة. الصليب الأحمر يؤكد دخول قافلة مساعدة إنسانية للغوطة الشرقية وضربات جوية تستهدف مدينة دوما فيها. مرحبا بكم. نظمت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري لقاء تفسيريا لفائدة رؤساء التحرير بوسائل الإعلام السمعي البصري حول القرار المشترك بينها وبين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمتعلق بضبط القواعد الخاصة بتغطية الحملة الانتخابية البلدية والجهوية بوسائل الإعلام السمعي البصري وإجراءاتها، وذلك بالنسبة لكل برامجها الإخبارية منها أو الحوارية أو المناظرات السياسية أو غيرها، كما يضبط شروط إنتاج البرامج والتقارير والفقرات المتعلقة بالحملة الانتخابية البلدية والجهوية. أحكام هذا القرار تنطبق على وسائل الإعلام والاتصال السمعي البصري الوطنية العمومية والخاصة والجمعياتية، وعلى المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية التابعة لها، وتنطبق كذلك على مكاتب ومراسلي القنوات الأجنبية وعلى الوكالات وشركات الإنتاج المتعاقدة معها داخل البلاد. كل يوم بصفة خاصة باش نحكيو على القرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري والهيئة العليا المستقلة للانتخابات اللي خرج في 14 فيفري الماضي، واللي يضبط ما هي قواعد الحملة. الاتفاقية هذه أو القرار المشترك هذا فيه 34 فصل، دونك فيه بعض الأقسام، فيه التزامات وسائل الإعلام السمعية البصرية، فيه الواجبات المحمولة عليهم طبعا، فيه قسم عام، فيه كيف نوفر النفاذ لوسائل الإعلام، دونك فما بعض الأصناف اللي ضبطناها في القرار، كيفاش الإعلاميين كيفاش باش يوفروا النفاذ لوسائل الإعلام بالنسبة للمترشحين. على إثر تعرض الطابق الأول المخصص لمبيت البنات بمعهد السبالة من ولاية سيدي بوزيد ليلة أمس إلى حريق تم التفطن إليه وإخماده بالتعاون مع وحدات الحماية المدنية والأولياء، أعلن وزير التربية حاتم بن سالم في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه أعطى تعليمات للقيام بحملات توعوية موجهة للتلاميذ الذين يؤمون المبيتات لتوعيتهم بخطورة هذه الحرائق، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على تركيز تجهيزات لمراقبة المؤسسات التربوية وإدراج آلية التفتيش الآلي في المبيتات في أقرب الآجال. وقد تسبب الحريق في أضرار مادية كبرى شملت الأسرة والحشايا والأغطية وملابس المقيمات دون تسجيل أضرار بشرية. بعد المعاينة تبين لنا أنه المبيت كان محروس بأربع عوان والأبواب كانت مغلقة من الخارج، وبالتالي وقع فتحانها من الداخل من طرف معنا القائمة الموجودة مع البنات والعملاء أو الحراس من الخارج. الحريق ثم شكوك كبيرة أنه تم من داخل، لأن الحراس كانت مشدة فعلا، وهذا المعهد هذا من أكثر المعاهد حراسة فهمتني وأمان. الأضرار تقريب كانت مادية الكل أكيد، من الدورتوار هذا واللي قبله واللي قبل قبله يتحرق من الداخل بفعل فعل، وأكيد تلامذة هم الحارقين. شكون وراه وين ماشيين والحلول شنية؟ السلطة لحد الآن ما عطتناش حتى حل، الوزارة ما قدمت حتى حل. نشب صباح اليوم حريق بمأوى سيارة سفلي لإحدى العمارات بمنطقة الناصرية من ولاية صفاقس. المدير الجهوي للحماية المدنية بالجهة مراد المشري قال إنه تم إخماد الحريق ولا تزال أسباب اندلاعه مجهولة. حريق اندلع في سيارة داخل المأوى، المأوى حتى وما عندناش المساحة نتاعو بالتحديد وعدد سيارات اللي فيه، إلا أنه الحريق أتى على سيارة واحدة وتم إخماده، وتوا حاليا نقوموا بعملية استخراج دخان. المأوى غير مجهز بإمكانيات استخراج دخان آلية، وبالتالي نستعمله في الإمكانيات نتاعنا في استخراج الدخان. العملية هذه تطلب شوية وقت بحكم المساحة نتاع المأوى.
في المجال الصحي انتظم اليوم بمعهد المنجي بن حميدة لأمراض الأعصاب يوم توعوي مفتوح للعموم حول التدخين والجلطة الدماغية، ضم ورشات مختلفة هدفها مساعدة المدخنين على الإقلاع عن هذه الآفة وما تسببه من أمراض خطيرة. صحتك أو التدخين هو أحد الشعارات التي عرضت خلال يوم مفتوح للعموم يجمع بين ورشات مختلفة هدفه مساعدة المدخنين على الإقلاع عن التدخين لما له من تأثيرات سلبية على الصحة. باش نعملوا لهم عيادات باش نقيسوا الحالة اللي وصلها المدخن بقياس أكسيد الكربون في الزفير، وعيادات باش نعاونوا عيادات يقوم بها أطباء باش يعاونوا المرضى هذوم على الإقلاع على التدخين. السيجارة وما تحتويه من مواد سامة قد تكون سببا رئيسيا للإصابة بالجلطة الدماغية التي يمكن تفاديها من خلال الإقلاع عن التدخين، كما تساعد التغذية السليمة على ذلك. ربع الحالات متاع جلطة نجم نتفاديوها بالإقلاع على التدخين ولا الامتناع على التدخين. هو سم للبدن يتعدى في الرواري، أما يتعدى زادة في الدم ويأثر مع العروق على العروق متاع المخ ويتسبب في الجلطة. باش نحاولوا نقنعوا المرضى اللي كي يبدا يقلل بشويه بشويه في التدخين صحته تبدا تعلى بشويه بشويه. نجم يعاون بالحليب، الياغورت اللي فيهم الكالسيوم اكثر، بعد اول سيجارو ينجم يشد عود القرنفل اللي يحط تحت فمه يعطيه سوفراج بالنسبه للتدخين، كل مره يقلل اكثر. عدد من المدخنين المنتفعين بخدمات اليوم التحسيسي اكدوا اهميه هذه البادره في مساعدتهم على الاقلاع عن التدخين. نعرف يتسبب في الجلطه الدماغيه، يتسبب في برشا حاجات، في ضيق تنفس. وجهوني للمستشفى خير الدين ونصحوني باش نبعد على الدخان. لا فادتني الدكتوره وعطتني وين لي زوندروا اللي واحد ينجم يزيد يتبع فيهم روحه كل شيء. بالنسبه للعباد اللي تتكيف يكون النسبه نتاعو معناتها عاليه شويه، تكون اكثر من 5. ويذكر ان اكثر من 70 عياده مجانيه للاقلاع عن التدخين موجوده باغلب المؤسسات الصحيه بكامل تراب الجمهوريه، هدفها المساعده على الاقلاع عن هذه الافه التي تتسبب في امراض خطيره تكلف الدوله اموالا طائله في علاجها. في شأن آخر، استراتيجية حكومة الوحدة الوطنية في مجال الإصلاحات الكبرى لقطاع الوظيفة العمومية وأحكام قانون المغادرة الاختيارية للأعوان العموميين وموضوع التقاعد المبكر من أبرز النقاط التي طرحت خلال ملتقى نظمته مصالح رئاسة الحكومة بالتعاون مع المدرسة الوطنية للإدارة. أكد الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي على أن قانون المغادرة الاختيارية للأعوان العموميين يتنزل في إطار سياسة الحكومة لإصلاح الوظيفة العمومية. مش مغادرة اختيارية، ما عندوش ليميت داش، ننتظروا أنه يكون في 10,000 عون، واللي هو نقدموا فيه ما 36 شهر كمنحة جزافية. في الحقيقة حتى الترفيه في سن التقاعد باش يبدأ انطلاقا من 2019، يعني ما هوش في 2018، فماش تناقض في المسألة، لأنه نحن حتى برنامج التقاعد المبكر اللي عملناه هو استباق للناس اللي باش تخرج في التقاعد المبكر عن مدة 3 سنوات، ثم حتى معناها الاشتراكات نتاعهم الاجتماعية تكفلت بهم الدولة حتى لمدة التقاعد نتاعهم. وأضاف الراجحي أن من يرغب في المغادرة بطريقة اختيارية ويرغب في بعث مشروع بإمكانه الحصول على برنامج إحاطة مالية مع إبرام اتفاقية للتكوين حول إدارة الأعمال والمشاريع. ونقدموا فيه ما 36 شهر كمنحة جزافية، ولكن في نفس الوقت نعطيه تكوين مرافقة في التكوين لإدارة المشاريع، ومرافقة كيف في تمويل المشاريع عن طريق البيتيس والبيف بيامي، وعندنا اتفاقيات في المسألة هذه معهم باش يرافقهم، ثم أكثر من كده نعطيهم تغطية صحية لمدة سنة. هو الإحاطة بالمستثمرين هذوما الجدد، الإحاطة في من كل النواحي حتى الوقت الكرياسيون دو لونتربريز نتاعهم وبعد الكرياسيون، يعني نعملوا احنا الكوتشينغ افون لا كرياسيون اي ابري لا كرياسيون دو لونتربريز. طبعا احنا ماناش باش نحاولوا باش نمولوا مشاريع غير ناجحة، كل مشروع ناجح الناس الكل ماذا بها تمولوا أكيد، لكن احنا الحاجة اللي نمتازوا بها هي الإحاطة. هذا وقد بيّن توفيق الراجحي أن أحكام قانون المغادرة الاختيارية للأعوان العموميين يهدف إلى التخفيض في كتلة الأجور إلى مستوى 12.5% من ميزانية الدولة في حدود سنة 2020.
اقتصاديا ولدى اعطائه اشاره انطلاق مركز تطوير تكنولوجيات المعلومات لشركه تالون بمنطقه الشرقيه بتونس العاصمه صباح اليوم، عبر رئيس الحكومه يوسف الشاهد عن دعمه لمثل هذه المبادرات الاقتصاديه الخاصه التي تعد خطوه لدفع الاقتصاد الوطني والاستثمار ودعم الثقه في الذكاء التونسي وثقافه النجاح. كما اعرب رئيس الحكومه عن تفاؤله بوجود بوادر ايجابيه لتحسن الوضع الاقتصادي، هذا وسيوفر هذا المشروع أكثر من 1000 موطن شغل على امتداد 3 سنوات. حبينا نشاركوا قصة نجاح يزينا من قصص الفشل في تونس، وفما قصص نجاح كبيرة في تونس تاع الناس استثمرت في الذكاء، استثمرت في المعرفة، استثمرت في الذكاء التونسي. هذه شركة تونسية معناها تصدر في خدماتها لكل أنحاء العالم، فيها معناها طاقات تونسية، وستنتدب أكثر من 1000 مهندس تونسي في 3 سنوات القادمة. هذا يدل على شيء، أنه هناك عودة أولا للحركة الاقتصادية في تونس برغم كل الصعوبات اللي نعيشوها في المالية العمومية، وكما قلت إن شاء الله 2018 يكون آخر عام صعيب فما صعوبات، ولكن فما بوادر إيجابية. أكيد فما صعوبات في البلاد، أكيد معناها الاقتصاد متاعنا طايح شوية، أما كان معناها نحط جهدنا في الخدمة نجم نلقاه. عربيا ودوليا، أفاد مسؤولون في اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأن قافلة مساعدات دخلت اليوم إلى الغوطة الشرقية في طريقها إلى مدينة دوما، في الوقت الذي تعرضت فيه المدينة مجددا إلى القصف الجوي. تجدد اليوم القصف الجوي على مدينة دوما في الغوطة الشرقية، في الوقت الذي أخذت فيه اليوم قافلة إنسانية محملة بالمساعدات الغذائية طريقها إلى المدينة، بعد أن عبرت خط النار ودخلت الغوطة الجيب الخاضع لسيطرة المعارضة المسلحة في ريف دمشق. محاولة استئناف القافلة إدخال المساعدات قد تتوقف وسط هذه الأوضاع الأمنية، وهذا ما حدا بمنسق الأمم المتحدة المقيم في سوريا إلى التحذير من أن القصف قرب دوما يعرض قافلة الإغاثة للخطر، داعيا إلى وقف الأعمال القتالية والهدوء حتى يتسنى تسليم المساعدات. وقد استغرب المنسق الأممي من تجدد الضربات الجوية رغم تأكيدات السلامة من جانب أطراف بما فيها روسيا على حد تصريحه. وكانت عمليات الإغاثة قد توقفت يوم الاثنين الماضي في اليوم نفسه الذي بدأت فيه بسبب استمرار القتال وعمليات القصف. هذه الإمدادات يترقب وصولها سكان الغوطة، حيث أسر كاملة لا تأكل إلا وجبة واحدة على مدى أيام في ظل النقص الفادح في المواد الأساسية. وحشية القتال الدائر في الغوطة والذي لم تنفع معه الدعوات الدولية للهدنة خلف وخلال أسبوعين ما يزيد عن 1000 قتيل وأكثر من 4800 جريح حسب إحصائيات منظمة أطباء بلا حدود، التي رجحت أن تكون حصيلة القتلى والمصابين أعلى بكثير بما أنه لم يتسنى لها جمع البيانات من كل المرافق الصحية في المنطقة. أما الناجون من القتال فنزح منهم 50,000 مدني بحسب مصادر أممية. أصدر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مرسوما يضفي الصفة الرسمية على ضم فصائل شيعية مسلحة إلى قوات الأمن في البلاد، ويقضي المرسوم بأن يتحصل مقاتلو قوات الحشد الشعبي على الكثير من حقوق أفراد الجيش من رواتب وإمكانية الالتحاق بالكلية والمعاهد العسكرية، كما ستطبق عليهم قوانين الخدمة العسكرية. هذا القرار الذي يتزامن مع الانتخابات العامة يعد حسب الكثيرين محاولة لكسب مزيد الأصوات، حيث تحظى قوات الحشد الشعبي بتأييد واسع في أوساط الأغلبية الشيعية في العراق. قال المتحدث باسم الداخلية الأفغانية إن 7 أشخاص على الأقل من بينهم أمنيين قتلوا في تفجير انتحاري قرب مسجد غرب كابول، وما زالت عملية انتشال الجثث متواصلة من مكان التفجير، كما لقي 10 أمنيين مصرعهم وأصيب 9 آخرون في كمين نصبه مسلحون من حركة طالبان في منطقة شمال أفغانستان، وفقا للمتحدث باسم الشرطة. وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عقد لقاء مع الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون قريبا. اللقاء الذي وصف بالتاريخي سيضع حدا للحرب الكلامية التي دارت بين الجانبين على امتداد أشهر. وأخيرا سيلتقي الخصمان اللدودان ليضع حدا للحروب الكلامية العنيفة التي ملأ بها الدنيا وشغل الناس، ويبدأ مفاوضات دبلوماسية لنزع سلاح بيونغ يانغ النووي.
المتحدثة باسم البيت الأبيض الأمريكي أكدت أن اللقاء التاريخي المرتقب بين دونالد ترامب وكيم جونغ أون، والذي جاء عن مسؤول كوري جنوبي أنه سيكون مايو القادم، لن يثني واشنطن عن مواصلة ممارسة أقصى ضغوطها على بيونغ يانغ والإبقاء على العقوبات التي تسلط على النظام الكوري الشمالي. مستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي أجرى مباحثات مع البيت الأبيض إعدادا للقاء، وصرح من جهته بأن غاية التقاء الرجلين ستكون بحث اتفاق إزالة ترسانة بيونغ يانغ النووية، بعد أن أبلغه الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون التزامه بالتخلي عن السلاح النووي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يخفي ترحيبه بما رآه تقدما كبيرا في الملف الكوري الشمالي، وحملت آخر تغريدة له في تويتر استبشارا بعدم تنفيذ بيونغ يانغ أي تجارب صاروخية خلال فترة التفاوض التي من المنتظر أن تجمع الجانبين. دول الجوار الكوري الشمالي استبشرت هي الأخرى باللقاء المنتظر بين ترامب وجونغ أون، حيث قال بيان للخارجية الصينية اليوم أن بكين ترحب بالرسالة الإيجابية التي يبعثها هذا اللقاء، فيما رأى فيه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خطوة في الاتجاه الصحيح ينبغي أن تفتح بابا لاستئناف مفاوضات دبلوماسية شاملة لحل الأزمة النووية الكورية الشمالية على أسس الاتفاقات التي تحققت ضمن اجتماعات الدول الست المعنية بالموضوع وتحت غطاء الأمم المتحدة. وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قرار يفرض رسوما جمركية جديدة على واردات بلاده من الفولاذ الصلب والألمنيوم فيما وصف بالحرب التجارية المعلنة على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة الأمريكية، وقد استثنى القرار كلا من كندا والمكسيك اللتين وصفهما ترامب بالأصدقاء الحقيقيين. المرسوم الجديد أثار جدلا داخل الولايات المتحدة الأمريكية وخارجها. في أخبار الرياضة، تدور غدا السبت الدفعة الأولى من مواجهات الجولة 21 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى في كرة القدم، عندما يباري مستقبل جابس ضيفه النادي الصفاقسي، ويواجه النادي البنزرتي نجم المتلوي، لتختتم الجولة يوم الأحد بلقاء الكلاسيكو، حيث يستضيف النجم الساحلي بأولمبي سوسة النادي الإفريقي في صراع المركز الثاني، ويواجه الترجي الرياضي جاره الملعب التونسي في قمة ثانية، فيما يحل الملعب الجابسي ضيفا على اتحاد بنجردان في مواجهة لا تقل إثارة. في خبر ثقافي، تتواصل بولاية جابس لمدة 3 أيام الدورة 13 للمهرجان الوطني للموسيقى في الوسط الطالبي، ويتضمن برنامج المهرجان مسابقة في الغناء الفردي بين عدد من الطلبة من مختلف ولايات الجمهورية. وسط حضور لافت للطلب، انطلقت بالمركب الثقافي بجابس فعالية الدورة 13 للمهرجان الوطني للموسيقى في الوسط الطالبي، دورة تقام تحت شعار وتبقى ذكرى، وتشتمل على مسابقة في الغناء يشارك فيها طلبة من عديد ولايات الجمهورية. فما عديد من المشاركات من مختلف ولايات الجمهورية. بالنسبة للدورة هذه مسابقة وحيدة، هي مسابقة الغناء الفردي، يتنافس عليها حوالي 28 طالب وطالبة من حوالي 20 مؤسسة من مؤسسة التعليم العالي بالجمهورية التونسية من العديد من الولايات. عدد من المشاركين والمشاركات في هذا المهرجان عبروا عن إعجابهم بهذه التظاهرة الثقافية وبما تميزت به من حسن التنظيم. تلاهوا بينا كوم الفو، الحمد لله صافا، اول اكسبيريونس معناتها باش سير سين وكل شيء، فهمتوا، باش تغني قدام العباد حاجه باهيه، فهمتوا، واحد هكا يربح شهاده وتجربه. لهم اصوات طياره بالحق، منافسه قويه، كلهم اغاني حلوه نتاع قديم، ام كلثوم، ليلى مراد، سميره سعيد، كلهم ضمن قلبي دليلي، قال لي حتحبي دايما يحكي لي وبصدق، قلبي انا قلبي، قلبي دليلي. المهرجان الوطني للموسيقى في الوسط الطالبي ينظمه المركز الثقافي الجامعي بجابس، ويمثل إطارا مناسبا لإبراز الطاقات الكامنة لدى العديد من الطلبة في مجال الغناء.
بهذا نصل إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. لقاء تفسيري للقواعد الخاصة بتغطية الحملة الانتخابية البلدية والجهوية بين مشرفي وسائل الإعلام والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري. يوم توعوي مفتوح حول مضار التدخين والجلطة الدماغية لمساعدة المدخنين على الإقلاع عنه لما يسببه من أمراض خطيرة. الصليب الأحمر يؤكد دخول قافلة مساعدات إنسانية للغوطة الشرقية، وضربات جوية تستهدف مدينة دوما فيها. وبإمكانكم مشاهدينا متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.